التنسيق لهذا البحث وفي دعم المجال البترولي وايضا في امور الاتفاق الذي وصلنا اليه بشراكه مع دول من خارج اوبك هو اتفاق مهم لانه اوضح يعني حرص صناعة البترول والدول المعنية يعني بشكل أشمل من منظمة أوبك على إعادة التوازن. وإلى الآن نتيجة التزام لهذا التخفيض جيد. وصلنا ظني أكثر من 95% بين مجموعتين يعني مجموعة أوبيك وخارج أوبيك. فأحنا حقيقة نؤيد ونعتقد أن هذه سياسة سليم للجميع وليس بس لدول منتج، لأن هناك حاجة لاستقرار وحاجة لاستثمار إيجابية. ونحن يعني قدمنا تضحية كما تفضل معالي الأخ خالد الفالح، قدمنا تضحية لأننا مهتمون بتوازن السوق، فيجب أن لا تؤخذ هذه التضحية على أنها تضحية ليستفيد منها 100% شخص آخر.